بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. اهلا بكم جميعا في دورتنا، دورة تعليم برنامج فيجوال بيزك دوت نت 2010، وده المحاضرة التاسعة لينا من المستوى الاول. ده ملخص سريع للي احنا قلناه المحاضرة اللي فاتت، كان متعلق بالثوابت وازاي بعلن عنها، واتكلمنا عن العمليات الحسابية وازاي استخدمها جوه البرنامج بتاعي، واتكلمنا عن بعض الادوات شكل اداة الكومبو بوكس واداة الليست بوكس. النهارده بنكمل بقية الأدوات، هنتكلم عن أداة اسمها أداة الراديو بوتون. في أداة عندي في التول بوكس اسمها أداة الراديو بوتون. أداة الراديو بوتون دي بتسمى دايما أو بتعرف باسم أداة الاختيار الأوحد، بمعنى إن أنت يمكن تعمل برنامج بتدي المستخدم اختيارات كتيرة جدا، وهو من الاختيارات اللي قدامه ديت هيختار اختيار واحد فقط. ودي طبعا موجودة شكلها بالظبط كده، اللي هو دايرة ومكتوب جنبها الراديو بوتون. يبقى أداة الراديو بوتون بتدي لك بدائل كتيرة جدا، لكن من البدائل ديت ليك بديل واحد بس انت اللي هتختاره. طبعا انا تلقائيا لما اجي بعمل دراج لأداة الراديو بوتون على الفورم بتاعي بيديله هو اسم افتراضه من عنده، وليكن مثلا راديو بوتون 1 او راديو بوتون 2 او راديو بوتون 3. انا ببدا اضيف الادوات ديت، ببدا اضيف مثلا راديو بوتون 1 و2 و3 و4 وهكذا، ومن خلال خاصيه التكست ببدا اغير العنوان اللي هيظهر عليها. انا مثلا سحبت مثلا او عملت دراج للراديو بوتون الاول وسميته ممتاز، والتاني جيد جدا، والتالت جيد، والرابع مقبول، والخامس دون المستوى اللي هو مثلا تقديرات الطلاب. لاحظ لما اجي اشغل البرنامج هو بيديلي البدائل دي كلها، بس في مشكلة صغيرة جدا، ان هي من البدائل دي بس ليا بديل واحد بس هختاره، بمعنى ان انا لو حددت البديل اللي هو جيد جدا ورحت في نفس الوقت حددت البديل اللي هو ممتاز، تلقائيا هتلاقي البديل جيد جدا اتمسحت من عليه اللي هو التحديد بتاعه، لان الراديو بوتون هي كده معروفة ان هي بتدي لك بدائل كتير جدا بس ليك بديل واحد بس. لو انا بسأل مثلا على حالة الطالب اذا كان ذكر مثلا او انثى، هتدي للطالب اختيارين، هو هيختار بديل واحد بس. لو اديت له برضو مجموعة من التقديرات هيختار برضو بديل واحد فقط. طيب لو لاحظنا شكل الاداة هتلاقيها دايما من اليسار لليمين، واحنا قلنا طبعا ان انا عندي خاصية اسمها خاصية الرايت تو ليفت، ببدأ اغير الاتجاه بتاعها او القيمة بتاعها ليس او ترو. طبعا هيغير اتجاه الأداة ذات نفسها من بدل ما هو من اليسار لليمين يبقى من اليمين لليسار. دي أداة الراديو بوتون. طيب في مشكلة ممكن تقابلني في أداة الراديو بوتون، ايه هي؟ ان انا مثلا لو جيت على أداة الراديو بوتون مثلا، هنرجع بس للشريحة ديت، انا عايز الشريحة اللي بعدها بس. يعني لو حضراتكم مثلا فاتحين البرنامج وحاولتوا مثلا تضعوا مثلا كذا أداة عليها من أدوات الراديو بوتون وتغيروا التكست بتاعها، تحطوا مثلا 3 4 بالعدد اللي انتوا عايزينه، وغيرتم التكست بتاعها مثلا لأي نص، ونجينا نشغل البرنامج هيعرض هو طبعا بدائل كتيرة جدا، هختار منها بديل واحد فقط. ولما اجي احدد طبعا البديل الثاني هو تلقائيا بيزيل تحديد البديل الاول. دي اداة الراديو بوتون. قلت يمكن في مشكلة تقابلني في اداة الراديو بوتون، ايه هي المشكلة ديت؟ ان احنا مثلا لو جينا حطينا مثلا نوع الطالب، تحديد نوع الطالب هل هو ذكر او انثى، وحطيته في نفس المكان اللي موجود فيه تقديرات الطالب. يعني مثلا لو حضراتكم تلاحظوا قدامي فورم عليها مثلا اداة الراديو بوتون ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول، دون المستوى، ده التقديرات، وجيت قصادها على طول حطيت اللي هو ذكر وحطيت اللي هو انثى. لو تلاحظوا حضراتكم لو جيت حددت ممتاز وفي نفس الوقت رحت حددت ذكر، هتلاقي ممتاز اتشال التحديد من عليه بالظبط كده. ليه؟ لانهم تلقائيا موجودين في مكان واحد، فبالتالي لما اخترت بديل هو تلقائيا الغى البديل الاول.
طبعا عشان نحل المشكلة ديت هنستخدم أداة الجروب بوكس. بس قبل كده، في بعض الناس مثلا بتحب تحط مثلا تقديرات ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول، دون المستوى، بتحب تخلي تقدير معين أو اختيار معين هو البديل الافتراضي أو هو الاختيار الافتراضي. طبعا دي بتتعمل عن طريق الخاصية اللي هي اسمها تشيكد. خاصية الشيك دي مسؤولة عن تظليل الأداة وعدم تظليلها. لو خدت القيمة ترو بيظل الأداة، بيحط جواها مثلا نقطة زرقاء بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده. لكن لو خد القيمة فولز هو تلقائيا بيزيل التحديد. يعني مثلا حضراتكم بيفيدوها مثلا، أو الناس مثلا بتوع الكليات دايما لما أكتر الناس مثلا تجيب في مادة أو تقدير مثلا معين، كتير مثلا بيجيب جيد أو بيجيب جيد جدا، بدل ما هو يضغط على جيد مثلا لكل الطلبة، لا هو تلقائيا بيكون محدد الاختيار بتاعه اللي هو جيد، بحيث ان هو مش هيكلف نفسه ان هو يضغط عليه، لا هو تلقائيا بيكون معمول له عملية تشيك ده بالظبط كده. يعني هو مثلا أداة الراديو بوتون، انا يمكن مثلا عندي مثلا كام بديل، حوالي 3 بدائل، او نفترض مثلا ان انا عندي بديلين بس، اللي هما بديل ذكر وبديل تاني مثلا اسمه انثى. نفترض المدرسه مثلا اكترها ذكر، يعني اكتر الناس اللي شغاله او اكتر الطلبه اللي موجوده في المدرسه ذكر، فبدل ما تكلف خاطرك وكل مره تضغط مثلا على ذكر، لا انا هخلي مثلا هروح على الاداه الراديو بوتوم بتاع ذكر واخلي خاصيه التشيك بتاعه واخد القيمه ترو. لما اخلي خاصيه التشيك بتاعه واخد القيمه ترو، يبقى هنا مش محتاج كل مرة طبعا أروح على ذكر وأعلمه، لأنه تلقائيا بيكون متحدد. إلا طبعا لو في بعض الناس مثلا قابلتك مثلا أنثى ولا حاجة، فأنت طبعا بتزيل الاختيار من على ذكر وتحدد اللي هي أنثى. ده اللي هو الاختيار الافتراضي. ده بالنسبة لأداة الراديو بوتون. نرجع تاني للمشكلة اللي احنا قلنا عليها. قلت في مشكلة هتقابلنا صغيرة جدا. المشكلة ايه هي؟ لان انا عندي مثلا دلوقتي اداة راديو بوتون، نعدهم كده، ادي 1 2 3 4 5 6 7، 7 ادوات راديو بوتون موجودين في مكان واحد اللي هو على نافذة الفورم بتاعتي. فموجود من السبعة ديت المفروض هتختار واحد بس، فبالتالي لو اخترت واحد ورحت اخترت تاني هتلاقي الواحد اللي فات اتزال التحديد من عليه. فبنحل المشكلة ديت عن طريق اداة تانية اسمها اداة الجروب بوكس. اداة الجروب بوكس ديت بتعمل ايه؟ أداة الجروب بوكس بتشبه في عملها أداة الفورم. يعني هي بتقول لك إيه؟ بتقول لك والله لو أنت عندك مثلا كذا أداة متشابهين مع بعض، يمكن أنا أجمعهم في مكان واحد. يعني هي مسؤولة عن تجميع الأدوات ذات الوظيفة الواحدة أو ذات يعني الحاجة المشتركة اللي ما بينهم. يعني مثلا إيه؟ يعني مثلا حل المشكلة ديت اللي أنا قلت عليها، اللي أنا هعمل جروب خاص بتقديرات طلاب واعمل جروب تاني خاص بنوع الطالب ذات نفسه. يعني عالجت المشكله ديت ازاي؟ اللي انا رحت على اداه الجروب بوكس الموجوده في صندوق الادوات. يعني مثلا لو حضراتكم مثلا عندكم مجموعه راديو بوتون مثلا بتاع تقديرات الطلاب، وعندكم مثلا مجموعه تانية فيها مثلا نوع الطالب اذا كان ذكر او انثى، هعالج المشكلة ديت عن طريق ما يسمى أداة الجروب بوكس، اللي أنا بعمل لها عملية دراج من التول بوكس وضعها على نافذة النموذج. طيب أول لما بيضيفها بيضيفها بأداة أو بعنوان اسمه جروب بوكس 1 بالمنظر ده. يعني حضراتكم أول لما بتيجوا تعملوا دراج لكل أو لأداة الجروب بوكس على الفورم بتاعي، بتلاحظ طبعا إن الفورم أو إن الأداة ذات نفسها خدت اسم أو تكست جروب بوكس 1. يمكن حضراتكم تسحبوا التقديرات ديت وتحطوها في الجروب بوكس. يعني تعمل على كل الادوات الاخرى. انت يمكن حضرتك مثلا تحط كذا اداة جواها، مش لازم اداة الراديو بوتون او اداة اي اداة، يمكن تحط مثلا جواها مجموعة من الازرار، مجموعة من البوتونز. يبقى تاني يا جماعة، أنا عملت عملية دراج لأداة الجروب بوكس على نافذة الفورم بتاعي. فلما عملت أداة أما عملت عملية دراج، طبعا هو خد التكست بتاعه بعنوان جروب بوكس 1.
طيب لو تلاحظوا المكان ده فاضي، فاضي لان انا ممكن اعمل عملية دراج للادوات اللي انا حاططها اللي هي تقديرات، احددها كلها تقديرات واعمل لها دراج في قلب الجروب بوكس بتاعي. طبعا عندي دلوقتي يعني انا بحدد الادوات كلها وبحطها داخل الجروب بوكس، فاي فهم دلوقتي الادوات التقديرات كلها موجودة داخل الجروب بوكس كله، فاي تعديل هيحصل على الجروب بوكس يعني حذفت الجروب بوكس هيحذف المكونات اللي موجودة جوه. فبالتالي لو جيت دلوقتي مثلا جربت وحددت مثلا حاجة في الجروب بوكس الأولاني ورحت حددت واحد تاني مثلا من بره، طبعا هتلاقي الاتنين اتحددوا مع بعض، يبقى دي اتعالجت المشكلة اللي هي كانت موجودة. وانت يمكن كمان تغير التكست بتاع الجروب بوكس 1 لكلمة التقديرات بحيث ان هي تاخد او بتعبر عن الحاجات اللي موجودة جواه. يعني حضراتكم مثلا عملت جروب بوكس خاص بالتقديرات وجروب تاني خاص بالنوع. التقديرات عملت عملية دراج للحاجات اللي كانت موجودة اللي فاتت كلها وحاطتها داخل الجروب بوكس الأول، وذكر أنثى عملت لهم عملية دراج وحطيتهم داخل الجروب بوكس التاني، ورحت غيرت الجروب بوكس الأول التكست بتاعه لكلمة التقديرات وغيرت التكست بتاع الجروب بوكس التاني لكلمة النوع. ففي التقديرات لما حددت ممتاز ورحت حددت ذكر، تلاحظوا حضراتكم ان الاتنين اتحددوا مع بعض. ليه؟ لان ديت جروب لوحدها وديت بس برضو جروب لوحدها. هي ديت فايدة اداة الجروب بوكس. يعني يمكن نقول ان اداة الجروب بوكس ديت ما هي الا حاوية او نظام شكل نظام مثلا، هي مجمعة بتاخد الادوات ذات الوظيفة الواحدة وتجمعها مع بعضها، وبتديلك امكانية انك بتعمل عملية اختيار عنوان او نص للحاجات اللي موجودة جوه. يعني مش هتسيبها كده فاضية، لا انت مثلا هنا قلت التقديرات، يعني معروف ان كل اللي جوه تقديرات الطالب، ذكر وانثى معروف ان هي الايه النوع. فلو حضراتكم جربتوها مثلا على البرنامج وجيتوا شغلتوا هتلاقوا المشكلة طبعا اتزالت خالص. هنا التقديرات انا محدد ممتاز ورحت في النوع برضو حددت ذكر، ما شالش تحديد معنى ممتاز لانها في جروب تاني. يعني انت بتعمل عملية مثلا تجميع لأدوات مشابهة وتحطهم في مكان واحد. يبقى احنا اتكلمنا على أداتين دلوقتي، في أداة اسمها أداة الجروب بوكس وأداة الراديو بوتون. قلنا الراديو بوتون هي بس هتكون فيها مشكلة بسيطة، انك لو عندك مثلا 25 أداة المفروض 12 مثلا من نوع والباقي طبعا من نوع تاني، او 12 بيتكلموا عن حاجة وال13 باقيين مثلا بيتكلموا عن حاجة تانية. فلو حاططهم كلهم على نافذة الفورم بتاعي من ال25 متاح لك بس اختيار واحد بس، لكن احنا نقدر نعمل جروب بوكس خاص بال12 اختيار لوحدهم ونرجع نعمل جروب بوكس تاني خاص بال13 اختيار لوحدهم تاني. هنتكلم بعد كده عن أداة برضو شبيهة بأداة اللي هو الراديو بوتون، بس طبعا اسمها أداة التشيك بوكس. أداة التشيك بوكس، احنا قلنا في أداة الراديو بوتون ان هو بيدي لي بدائل كتيرة جدا هختار منها بديل واحد بس، لكن في أداة بصوا يا جماعة التحديد مش هيظهر معاكم الا لما تعملوا لرن للمشروع. بالنسبة لأداة راديو بوتون يعني مش هنقدر نحدد والبرنامج في وضع تصميم، لازم اتنقل لمرحلة التشغيل. بالظبط أداة التشيك بوكس بتدي لك بدائل كتيرة جدا، بس هنا يمكن تختار بديل أو أكتر من بديل في نفس الوقت، والشكل بتاعها بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده. التشيك بوكس التانية كانت عبارة عن دايرة، لكن ديت عبارة عن مربع وجواها تشيك كده علامة صح. يبقى أداة التشيك بوكس تختلف عن أداة الراديو بوتون. أداة الراديو بوتون أداة بديل أو اختيار بديل واحد، لكن أداة التشيك بوكس أداة متعددة الاختيارات. فأنا ممكن طبعا في التشيك بوكس أحط مثلا هوايات الطالب ذات نفسها، والطالب مثلا يختار أكتر من إيه، أكتر من بديل في نفس الوقت، اللي هي بالنسبة لأداة التشيك بوكس. فلو حضراتكم مثلا جربتوها حطيتوا مثلا أو سحبتوا على نافذة الفورم كذا أداة تشيك بوكس وغيرتوا التكست بتاعها برضو لأي نص حضراتكم عايزينه وجيتوا شغلتوا المشروع،
هتلاحظ طبعا ان انا لما اجي اشغل المشروع بتاعي يمكن احدد كل البدائل اللي عندي، يمكن احدد بديل واحد بس او اتنين او اي عدد حضراتكم عايزينه. بالمنظر اللي حضراتكم شايفين قدامكم ده، انا ضفت طبعا اداة تشيك بوكس كذا مرة، حوالي 6 او 5 مرات. ولما جيت عملت رن المشروع وشغلت المشروع، اتاح لي البدائل كلها اختار منها اللي انا عايزه. اخترت انا هنا العنصر الاول اللي هو الانترنت، وبعد كده كرة القدم، وبعد كده ركوب الخيل. يعني ممكن نقول بكل بساطة ان الفرق بين التشيك بوكس والراديو بوتون هو في الاختيار، ان الراديو بوتون لك اختيار او بديل واحد بس تحدده، لكن في التشيك بوكس دي طبعا لك اكتر من بديل يمكن تحدده، ممكن تحدد كله او ممكن تحدد واحد او ممكن تحدد اتنين بالعدد اللي انت عايزه. بالظبط كده. يمكن برضو اعالج المشكلة في التشيك بوكس، بس هي على فكرة مش تبقى مشكلة، لأن تلقائيا هم طالما انت حطيت مثلا 50 عنصر على الفورم، يمكن احدد ال50 عنصر كلهم مع بعض في نفس الوقت. بس يبقى الحاجة الأساسية ان الجروب بوكس بتعمل لك عملية تنظيم للمحتوى بتاعك، فبالتالي يمكن احط جروب بوكس على نفس النموذج واعمل دراج للعناصر ديت واحطها داخل جروب بوكس اللي هو مثلا اسمه الهوايات. يعني خدها قاعدة كده، أداة الجروب بوكس مش بستخدمها بس مع الراديو بوتون، لا أنا كنت بستخدمها بس مع الراديو بوتون لأن أنا كنت بحل مشكلة معينة، لكن أنا بمعنى أصح يمكن استخدم الجروب بوكس مع كل الأدوات اللي موجودة عندي في التول بوكس. يبقى احنا اتكلمنا عن 3 أدوات لغاية دلوقتي: أداة الجروب بوكس، أداة التشيك بوكس، أداة الراديو بوتون. بالظبط كده، الجروب بوكس فعلا بتحتوي الادوات او بتعمل لك عملية تنظيم. بالظبط كده، بتنظم لك الادوات بتاعك. هي الكود البرمجي لها ازاي يعني؟ ما حضرتك لو عايزة قيمة افتراضية مثلا هي اللي تتظلل من معاكي، هتستخدمي برضو الخاصية تشيكد. لا، هو حضرتك لما بتيجي تشغلي البرنامج هو تلقائيا بيديلك البدائل كلها، بتحدد البديل اللي انت عايزاه، لكن احنا ازاي هنعرف ازاي بعد كده نبرمج الحاجات دي كلها؟ بالظبط كده، اعمل لها عليها تشيك، اتحطت مثلا جواها علامة صح، معنى كده التشيك بتاعها واخد القيمة ترو، لكن ما اتحطتش جواها علامة صح يبقى التشيك بتاعها واخد القيمة ايه؟ فولس. لكن هي تلقائيا اداة الراديو بوتون او اداة التشيك بوكس بتنفذ من غير اكواد خالص. بس طبعا هي لو حضراتكم مثلا بتعملوا برنامج ولا حاجة، مش هنقدر طبعا نستخدم أداة التشيك بوكس أو الراديو بوت لوحدها كده، لأ لازم نعمل لها عملية برمجة. تمام. في بعض الناس مثلا يمكن كلمتني عن اللي هو أداة من صندوق الأدوات اسمها أداة اللينك ليبل، أداة موجودة عند حضراتكم مثلا في التول بوكس اسمها أداة اللينك ليبل. احنا خدنا طبعا أداة الليبل وقلنا ان اداه الليبل ديت بتحط فيها او بتحطها على نفس النموذج، ومسموح لك طبعا انك تغير العنوان بتاعها، لكن في وضع التشغيل ما بتقدرش تغير في المحتوى او النص بتاعها، انت بتغير بس المحتوى في وضع التصميم، لكن في وضع التشغيل بيبقى نص ثابت ما اقدرش اغيره. لكن اللينك ليبل تقدر تستخدمها انك تضع على نفس نموذج مثلا عنوان، وساعة لما تضغط على العنوان ده ينقلك مثلا لموقع معين. يعني في بعض الناس سألتني عليها وقالت لك ايه فايدتها، هي أداة الليبل لوحدها أداة عنوان، لكن لما نضاف عليها أداة اللي هو أداة اللينك، لما نضاف عليها أداة اللينك اتضح ان هي طبعا بالظبط كده شكل الهايبر لينك. بس يمكن الهايبر لينك هتيجي وقتها قدام شوية، هو ممكن في بعض الاختلافات بين اللينك ليبل والهايبر لينك. يمكن الهايبر لينك مثلا اقدر اغير مثلا حاجات ساعة التشغيل ذات نفسها، ويمكن اغير مثلا لون النص اللي بيظهر مثلا عليها لما المؤشر بيمر من عليها. هنتعرف على هايبر لينك قدام شوية، بس احنا بنستخدم اداة اسمها اداة اللينك ليبل، واللينك ليبل ديت بتحط على نفس نموذج او بتربطها بموقع خارجي. يعني حضراتكم مثلا لو جربتوا تحطوا أداة اللي هو اللينك
ليبل على نفس نموذج، هتلاحظوا ان هي ظهرت بلون ازرق كده وتحتها خط بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده. وحتى هو كاتب عنوان مثلا لينك ليبل 1 او لينك ليبل 2. اقدر من خلال خاصية تكست اغير عنوانها، او انا غيرت عنوانها لايه؟ لموقع جوجل. يعني انا هروح على التكست بتاعها اخلي مثلا التكست بتاعها موقع جوجل. طيب اول لما اجي اشغل المشروع بتاعي هلاحظ طبعا ان المؤشر بتاعي طالما ان هو بيجي على كلمة موقع جوجل هتلاحظ المؤشر اتغير الى شكل كف اليد كده، لكنه طبعا ارتباط تشعبي، بس ساعة لما اضغط عليه ما بيظهرش اي حاجة خالص. ليه؟ لانك ما عملتلوش عملية ربط بالموقع اللي هو اسمه جوجل. فطبعا هنبدأ نعمل له عملية برمجة. برمجة ازاي؟ برمجة اللي احنا هنكتب الكود ده، اللي احنا هنضغط على موقع جوجل او النص اللي انا كاتبه ده مرتين بالزر الايسر هتظهر نفس الكود، وفي الحدث كليك ببدأ اكتب الكود اللي انا كاتبه قدام حضراتكم ده اللي هو ايه؟ بروسيس دوت ستارت، افتح قوس واقفله، وما بين كوتيشن مارك اكتب الموقع اللي انت عايزه اللي هو www.google.com بروسيس دوت ستار. يعني اول لما المشروع يجي يشتغل والعملية تبدأ ان هو لما بيضغط على كلمة موقع جوجل بينتقل مباشرة الى الموقع اللي هو www.google.com. يبقى حضراتكم بتكتبوا الكود ده في الحدث الكليك الخاص بأداة اللينك ليبل، تكتبوا بروسيس process دوت ستارت، طبعا دي كلها كلمات محجوزة هي بتظهر معاك اول لما بتكتبها، وابدأ اكتب الموقع اللي انا عايزه، وليكن مثلا الموقع اللي انا عايز اروحه google.com. واول لما بتيجوا تشغلوا المشروع وتضغطوا على النص ده هو تلقائيا بيروح على موقع جوجل، يعني بيفتح صفحة انترنت فيها موقع جوجل. هتبقى في مشكلة الناس اللي سألت مثلا يمكن اربط مثلا النص ده بإيميل معين، بس بنستخدم بعد كده هتاخدوها قدام شوية هتستخدموا كلمة الميلتول اللي هي كلمة موجودة بقى. بس خليكم بس ان هو انكم تعرفوها دلوقتي اللي انا يمكن، وعلى فكرة برضو بتفيدنا في حاجات كتيرة ان هي ايه؟ يعني لو حضراتكم مثلا عاملين برنامج والبرنامج اللي انتوا حضراتكم عاملينه عايزين تربطوه بموقع على الانترنت، فحضراتكم مثلا بتعملوا نص شكل اللي هو اللينك ليبل وتبدأوا بقى تكتبوا فيه الموقع بحيث لما المستخدم يضغط عليه بيتنقل لموقع الخاص بالشركة اللي حضراتكم مثلا صممتوا لها البرنامج ده. دي كانت أداة اللينك ليبل، هي ده مهمة برضو يعني هتفيدنا بعد كده لو حضراتكم مثلا هتعملوا برنامج كبير وحبينا نضع مثلا نص أو موقع جوجل. ويمكن على فكرة بعد كده هنتعلم ازاي نربط اللينك ليبل بملف ان هو يفتح لنا مثلا صورة، يفتح مثلا كذا. ما حضرتك لو جيت مثلا خلي او ضغطت على اداة اللي هو اللينك ليبل اللي انا حطيتها بتلاحظوا طبعا الادوات فيها اداة الباك كولر موجودة، الباك كولر يمكن تغير مثلا لون الخلفية بتاعها، بس مش موجود حاجة اسمها مثلا اللي هي ايه اللي هي الباك جراوند ايمج او انك مثلا تحط صورة، لكن موجود على فكرة خاصية الايمج، خاصية الايمج وتقدر تختار يعني ممكن بالظبط حضراتكم مثلا تضعوا صورة بدال النص المكتوب. بعد كده حضراتكم هتعلموا ازاي بربط النص ده بورقة اكسل، بورقة جوجل، يفتح صورة، يفتح ملف فيديو. يبقى حضراتكم ما تنسوش الكود ده بستخدمه process.star.google.com او بتغير على حسب الموقع اللي حضراتكم عايزينه. لا هو هيفتح البراوزر الافتراضي بتاعه اللي هو تابع شركة مايكروسوفت، لكن لسه لغاية دلوقتي ما قدرناش ان احنا نغير مثلا الافتراضي بتاعه ان هو يفتح مثلا على فايرفوكس او حاجة.
هو حضراتكم مثلا لو جيتوا مثلا اتنقلتوا لأي موقع بتكتبوا الكود ده في الحدث كليك الخاص بالأداة، وهو اللي جوه بس اللي بتغير المكتوب باللون اللي هو داخل أقواس، هو ده طبعا الموقع اللي هو اتغير، لكن هو طبعا كود ثابت. انا جربته، يمكن حضراتكم مثلا الجهاز عندي فيه مشكله، لكن انا جربته ان انا اخلي المتصفح اللي عندي مثلا فايرفوكس، وحاولت كذا مره ان انا اخليه باللينك ليبل، او اللينك ليبل مثلا هو يروح على متصفح تاني، كل مره بيفتح على موقع او على المستعرض اللي هو انترنت اكسبلور. يعني هو بيفتح فعلا على اي موقع، ما فيش اي مشكله عادي يا جماعة. أنا قلت لكم يمكن عندي أنا مشكلة في الجهاز بتاعي، إن هو في بعض الناس يمكن تجربها يفتح عليه على متصفح كروم أو موقع أو فايرفوكس، ما فيش أي مشكلة. بس بقول لحضراتكم أنا جربتها عندي، الظاهر إن أنا عندي مشكلة مثلا في المتصفح أو كده، فما طبقتش عندي على الفايرفوكس أو جوجل كروم، هي طبقت عندي بس على هي أنا. وأنا قلت لحضراتكم أهم حاجة الفكرة، بس تاخدوا الفكرة، وان هي مثلا تشتغل على انترنت اكسبلور او تشتغل على فايرفوكس او جوجل كروم، ما فيش اي مشكله خالص. اهم حاجه الفكره اللي احنا عملنا بيها اداه اللينك ليبل بالظبط كده. هو يمكن بيفتح فعلا على افتراض لكل جهاز، بس يمكن انا ما طبقتهاش او طبقتها عندي وحصلت عندي مشكله فما ظهرتش عندي خالص. يبقى الادوات اللي انا اشتغلت او اللي انا قلتها النهارده، أداة الجروب اللي هو الراديو بوتون، وأداة الجروب بوكس، وأداة التشيك بوكس، واتكلمنا عن أداة مفيدة جدا اسمها أداة اللينك ليبل. طيب في أي مشكلة في حضراتكم مثلا خدتوه دلوقتي ولا نكمل عادي؟ تمام. طيب حضراتكم الناس اللي قابلت لها مشكلة في أمر التخصيص مع والعمليات الحسابية، أنا قلت أعمل برنامج صغير كده إن هو مثلا شبيه ببرنامج الآلة الحاسبة، لكن حضراتكم مثلا هتتعلموا بعد كده إزاي تصمموا برنامج آلة حاسبة شكل الكالكوليتر اللي موجود عندنا، تقدروا تعملوا برنامج بالمنظر اللي انتوا بتشوفوه دايما في الكالكوليتر. بس طبعا لما بنيجي نعمل كود شكل الكالكوليتر، الكود ميبقاش مثلا بسيط، فاحنا بنتعلم مثلا دلوقتي حاجات مبسطة، بحيث لما بنيجي نتكلم بقى عن الحاجة الكبيرة اللي هو ان احنا نصمم برنامج آلة حاسبة كامل يكون طبعا سهل بالنسبة لنا. فكرة البرنامج اللي انا عايز اصمم نافذة نموذج عادية خالص، ليبل 1 الرقم الأول، ليبل 2 الرقم الثاني، تكست بوكس 1 هدخل فيه الرقم اللي انا عايز ادخله، وتكست بوكس 2 هدخل الرقم التاني اللي انا عايز ادخله، وليبل 3 النتيجه، وليبل 4 اللي هو هيطلع فيه الناتج. وعايز حضراتكم بس تركزوا على عناوين الاداه ذات نفسها، يعني دي تكست بوكس 1 ودي تكست بوكس 2 وده ليبل 4. ليبل 4 هو هيبقى الاساسي معانا لانه هيطلع فيه الناتج كله. وعندي ماكرو من حوالي 4 بوتونز تحت، غيرت التكست بتاعه لجمع وطرح وضرب واسمه. طب حضراتكم هسيبكم دقيقة اللي فاتح بس البرنامج يحاول مثلا يطبق او يصمم النافذة دي. ونحط الرقم الاول والرقم الثاني. تحت الرقم الأول بعمل دراج للتكست بوكس 1، وبعمل برضو دراج للتكست بوكس 2، والنتيجة هتظهر في ليبل 4. أخلي النتيجة دايما موازية مثلا، وليكن بتظهر بلون أحمر، أنا أخليها موازية من الشكل العادي. يعني أنا مثلا بحط أداة ليبل عادية خالص، وببدأ أعمل عليها بعض التأثيرات شكل مثلا الفور كولر، بخليها مثلا الريد، واروح على خاصية الاوتو سايز بخليها القيمة فولز، والباك كولر يمكن اديلها مثلا لون معين شكل ما حضراتكم مثلا اتعودتم قبل كده،
والبوردر ستايل بخلي طبعا حد ليها اللي هو فيكسد مثلا سنجل، وهتظهر فيها ليبل 4 اروح على خاصية تكست امسح النص اللي مكتوب فيها بحيث انه يظهر خالي مفيش اي نتيجة. وهبدأ اضع اداة البوتون واغيرها مثلا لجمع وبوتون تاني واسميه طرح وبوتون تالت واسميه ضرب وبوتون رابع واسميه مثلا اسمه. يبقى كده المفروض حضراتكم مثلا صممتم النافذة. طيب وايه اللي انا عايزه من البرنامج؟ انا عايز لما ادخل الرقم الاول وارجع ادخل الرقم الثاني واضغط على جمع يطلع لي طبعا ناتج جمع الرقمين في الليبل 4، ولما بضغط على طرح بيطلع لي ناتج طرح الرقمين وضربه اسمه وهكذا. فكرة البرنامج اللي انا عندي كم متغير؟ عندي متغيرين اتنين، هو موجود اتنين تكست بوكس، اتنين تكست بوكس بس، وعندي ماكرو من حوالي 4 ليبل واربعة بوتون. اتنين تكست بوكس اللي ظهر قدام النتيجة ده مش تكست بوكس، هو ليبل بس مغير التأثيرات اللي فيه، فهو يمكن يبان ان هو شكل التكست بوكس لكن مش هو تكست بوكس. يعني الأدوات اللي عندي اتنين تكست بوكس، 4 ليبل، دي 1 2 3 4، وعندي 4 بوتون. تمام، أنا عندي كم متغير؟ عندي متغيرين اتنين، عندي متغير اللي هو الرقم الأول وعندي متغير اللي هو الرقم الثاني، ويمكن برضو يكون عندي متغير تالت برضو اللي هو الناتج، بس انا مش عايز الناتج لان الناتج طبعا انا هطلع فيه النتيجة وخلاص. فانا جيت في البابليك كلاس فورم 1 فوق بدأت اكتب اللي هو سطر الاعلان عن المتغيرين الاولانيين اللي هم مثلا كتبت له ايه ديم ان 1 اللي هو الرقم الاول نمبر 1 از سنجل. يبقى انا كده اعلنت عن متغير اسمه ان 1 من النوع سنجل. واحد يجي يقول لي مثلا طب انت ليه ما اخترتش بايت؟ هقول له لان لو انا اخترت مثلا بايت وجه الرقم مثلا طلع ان هو رقم عشري مش هيطلع الجزء العشري، هيهمل طبعا الجزء العشري وياخد بس الجزء الصحيح منه. فاحنا بنتغاضى عن المشكله دي وبعلن عنه من النوع اللي هو سنجل. هعلن عن المتغير التاني اللي هو مثلا ديم ان 2 السنجل شكله برضه. يبقى انا كده عندي كم متغير؟ اتنين، واحد اسمه ان 1 وواحد اسمه ان 2. دي الاتنين دول كتبتهم في تحت البابليك كلاس فورم 1. يبقى انا بعلن عن المتغيرين الاتنين على مستوى الفورم كله او الكلاس كله، بمعنى اصح اقدر استخدمهم في اي وقت، اقدر استخدمهم في اي وقت. طيب النمبر 1 ده ايه؟ النمبر 1 المفروض هو الرقم الاول اللي هو فين يعني اللي هو في التكست بوكس 1. طب وان 2 هو الرقم اللي هيخش في التكست بوكس 2. فانا جيت برمجت زر جمع قلت ايه؟ قلت له خلي بالك ان الان 1 المتغير ان 1 اللي انا اعلنت عنه فوق هو النص اللي هيدخل داخل التكست بوكس 1، والان 2 هو النص اللي هيدخل جوه التكست بوكس 2. تاني، الاول انا اعلنت عن الان 1 والان 2 الاثنين من النوع سنجل، طبعا ده كان على مستوى الفورم كله او معنى صح على مستوى الكلاس كله. طب في بعض الناس تيجي تقول ايه؟ تيجي تقول ما انت ممكن ما تعلنش عنهم على مستوى الفورم كله. اقول له هقول له ايه؟ هقول له هبدا اعلن عنهم في كل زر، ما فيش مشكله عادي، بس حضراتكم هتعيدوا اللي هو ديم ان 1 اس سنجل وديم ان 2 اس سنجل في كل زر من الـ4 ازرار الموجودين. فانا بتغاضى عن المشكله دي لأنا بعلن عنهم كلهم مرة واحدة في البرنامج كله. يعني حضراتكم باجي أقول إيه؟ ديم إن 1 أز سنجل، ديم إن 2 أز سنجل، ده على مستوى الكلاس أو الفورم كله. فبالتالي تقدر تستخدمهم في زر واحد
وزر 2 وزر 3 وزر 4 او في اي حاجة تانية. فبدأت اضغط على زر جمع مرتين بالزر الايسر وبدأت اكتب له كده. بدأت اكتب ايه؟ بدأت اقول له خلي بالك ان المتغير n1 ده بيساوي تكست بوكس 1 دوت تكست، وال n2 بتساوي تكست بوكس 2 دوت تكست. طيب انت عايز الناتج يظهر فين؟ انا عايز الناتج يظهر في ليبل 4. يبقى انا هقول له ايه؟ ليبل 4 دوت تكست بتساوي الرقم الاول اللي هو n1 اللي هو تكست بوكس 1 زائد الرقم الثاني اللي هو تكست بوكس 2 اللي هو n2. فانا هقول له الليبل 4 دوت تكست بتساوي n1 زائد n2. لو جينا طبعا جربنا المثال على اللي هو الجمع ودخلت في الرقم الاول وليكن مثلا 4 ودخلت في الرقم الثاني اللي هو مثلا 5 وضغطت على جمع، هتلاحظ طبعا الناتج 9 ظهر معاك في ليبل 4. يبقى انا كده برمجت زر ايه؟ برمجت زر جمع. يبقى كود الجمع كده مفيهوش اي مشكله. وشكل ما هنعمل في كود الجمع، هنعمل في الطرح، هنعمل في الضرب، هنعمل في القسمه، بس كل اللي هنعمله هغير الاشاره بتاعي، بدل ما هي زائد اخليها ناقص او في او على او اي عمليه حسابيه انا عايزها. النتيجه هتظهر في ليبل 4، النتيجه هتظهر في ليبل 4. هي النتيجة هتظهر في ليبل 4، وحضراتكم عارفين ان انا حطيتها في ليبل 4 ليه؟ انا حطيتها في ليبل 4 بحيث ان انا ما اخليش اللي قدامي مثلا يغير في الناتج، لان الناتج طبعا الكمبيوتر هو اللي بيعمل العملية ويطلع لنا الناتج. فبالتالي لو انا خليتها في تكست بوكس يمكن واحد معلش مثلا الرقم الاول قدامه 2 والرقم الثاني مثلا 5 وضغطت على جمع، هو الكمبيوتر طلع لي الناتج 7، يمكن واحد يحط مثلا يخليها 17. فانا بقول للمستخدم مثلا ما تقدرش تعدل على الليبل 2 يعني عنوان. بالظبط كده. يبقى تاني يا جماعه زر جمع انا برمجته كده، قلت له ال n1 اللي انا كنت اعلنت عنها فوق هي ديت النص اللي هيخش جوه التكست بوكس 1 ده بالظبط. ورجعت قلت له ان ال n2 بتساوي التكست بوكس 2 ده بالظبط برضه. تكست بوكس 1 وتكست بوكس 2. ورجعت قلت له ان الليبل 4 اللي هو قدام النتيجه على طول مش الليبل 3، الليبل 4 هتساوي n1 اللي هو الرقم الاول اللي هو تكست بوكس 1 زائد n2 اللي هو تكست بوكس كام؟ التكست بوكس 2. فبالتالي لما جيت شغلت البرنامج ظهر مثلا الناتج معايا. وفي الطرح برضه هنعمل نفس اللي احنا عملناه، هقول له ايه؟ الصوت كده يا جماعة في مشكلة ولا رجع تاني؟ تمام. يبقى أنا ال N1 مكتوب فيه النص بتاع التكست بوكس 1 وال N2 مكتوب فيه التكست بوكس 2 والليبل 4 دوت تكست بتساوي n1 زائد n2. نفس اللي انا عملته في الجمع هعمله في الطرح، هعمله في الضرب، هعمله في القسمه، بس مع تغيير الاشاره. يعني بصوا حضراتكم مثلا اما جيت هبرمج دلوقتي مثلا زر طرح، هعمل ايه في زر طرح؟ هكتب نفس اللي انا كتبته برضو، بس في ليبل 4 دوت تكست هكتب ايه؟ n1 ناقص n2. وفي الضرب هكتب n1 في n2، والاسم هكتب n1 على n2. لو حضراتكم جربتم تعملوا او تعملوا ايه؟ انكم تيجوا مثلا على اللي هو في البابليك كلاس فورم 1 تقوموا كاتبين اللي حضراتكم مثلا ان هو مثلا قلتوا ديم n1 as single بتساوي تكست بوكس 1 دوت تكست، ومش هديلك على فكره غلط في الكود. يعني لو حضراتكم مثلا جربتوا كده تكتبوا في الكلاس
بابل كلاس فورم 1 ديم ان 1 اس سنجل بتساوي تكست بوكس 1 دوت تكست، وديم ان 2 اس سنجل بتساوي تكست بوكس 2 دوت تكست. وجيتوا مثلا جربتوا تشغلوا البرنامج، اول لما بتيجوا تشغلوا البرنامج بتاعي طبعا بيديلي رساله خطأ. رساله خطأ معناها ايه؟ وعلى فكره دايما خدوها قاعده كده، برنامج الفيجوال بيزك بيتعامل مع اللي موجود في تكست بوكس على انه قيمه حرفيه. تاني، هو بيتعامل مع التكست بوكس، هو الفيجوال بيزك كله عموما بيتعامل مع التكست بوكس عموما كلها على انها قيم حرفيه. فبالتالي لما جيت كتبت له الامر اللي هو ايه، اللي هو الامر ده اللي انا هكتبه قدام حضراتكم ده، اللي هو مثلا ايه، ديم ان 1 as single بتساوي text box 1 dot text. في بعض الناس قالت ليه ما كتبناش الكود ده طبعا في public class form 1. قلت انا كتبته، يعني حضراتكم مثلا لو جربتوه هيطبق معاكم مفيش اي مشكلة على ان 1 وان 2 ومش هيظهر فيه اي رسالة خطأ. بس لما بتيجوا تشغلوا دايما المشروع تلاحظوا طبعا ظاهر رسالة خطأ. ليه؟ لأنه بيتعامل مع تكست بوكس دايما القيمة بتاعها قيمة حرفية، فبالتالي ما ينفعش طبعا سنجل. واحد يجي يقول طب أنا هخلي السنجل ده السترنج، برضه هتبقى فيه مشكلة، أن أنت بتتعامل كلها مع أرقام ما بتتعاملش مع إيه، مع حروف. وهنتعلم دلوقتي إزاي بستخدم اللي هو أمر التخصيص مع المتغيرات الحرفية. وحتى لو حضراتكم مثلا كتبتوا ديم ان 1 اس سنجل وبعد كده في السطر اللي بعده كتبتوا ان 1 بتساوي تكست بوكس 1 دوت تكست، برضو كان هيحصل فيها مشكله. يا هو حضراتكم عايز اقول لحضراتكم حاجه، وفي بعض الناس مثلا بتقول طب انا ممكن مش يمكن مثلا اعالج المشكله الكبيره ديت اللي ظهرت، لان انا مثلا اعيد الاكواد اللي هو ان 1 بتساوي ان 2 او بتساوي تكست بوكس 1 دوت تكست وان 2 بتساوي تكست بوكس 2 دوت تكست بالظبط كده. هو بعد كده هناخد ازاي بقدر احول التكست بوكس ديت من قيمه حرفيه لقيمه رقميه، هناخدها قدام شويه. بس حضراتكم دايما ده اول برنامج بالنسبه لنا في جمع الارقام. هنتعلم ان شاء الله المشاكل اللي بتقابلنا دي كلها بنتغلب عليها لما بندرس بعد كده اللي هي الاخطاء. بالظبط كده يا استاذ احمد. وحضرتك مثلا في اكواد، في اكواد يعني مثلا يعني عندك مثلا داله هناخدها قدام شويه اسمها الداله از نومرك. الداله از نومرك دي بتتاكد ان اللي داخل هل هو رقم ولا حاجه غير رقم، ويبلغك بقى يجي يقول لك مثلا لا اللي قدامك ده مش رقم، اللي قدامك ده حروف. في كل طبعا في اكواد مسؤوله عن الحاجات دي كلها ان شاء الله. وحضراتكم بس مش عايزكم تقلقوا من البرمجه في البدايه، انا قلت لحضراتكم مثلا بتعتمد على الفكره، انت بترتب الافكار. فاحنا لسه يعتبر ده اول برنامج لنا في العمليات الحسابيه، المشاكل اللي بتقابلنا دي كلها بنبدا نحلها بعد كده، ما تقلقوش. بس انا عايزكم عايز حضراتكم بس تجربوا الاكواد دي كلها، لان تجربة الاكواد ديت معناها انك بتعلم نفسك وبتدرب نفسك على سواء امر التخصيص سواء عمليات حسابية تجربة بالنسبة لك يعني. لكن المشاكل كل حضراتكم قلتوا المشاكل ديت ازاي بتغلب عليها هنعرفها ان شاء الله قدام، ما تقلقوش خالص. بالظبط كده. يبقى انا برمجت دلوقتي زر جمع وزر طرح وزر ضرب وزر قسمه. كل اللي انا عملته ان انا يمكن اخد من الكود بتاع جمع اعمل له كوبي واضعه داخل الطرح والضرب والقسمه مع تغيير الاشاره بس. قدام حضراتكم مثلا لما جيت طبقت البرنامج او المشروع اللي ظهر قدام حضراتكم اللي انا لسه عامله من شويه، دخلت الرقم الاول 7 والرقم الثاني 3 وضغطت على جمع ظهر هنا الناتج 10. لما ضغطت على الرقم الاول او كتبت 7 و3 وضغطت على طرح 4 في الضرب 21 في القسمه طلع 2.3.
وعلى فكرة 2.3 لأن أنت أعلن على المتغير N1 وN2 من النوع سنجل، فلو كنت أعلنت عنه من النوع بايت كان هيطلع بس الرقم كام؟ الرقم 2. طيب عايز أقول لحضراتكم، في بعض الناس برضو يمكن تقول إيه؟ يمكن تقول حاجة بسيطة جدا. إيه هي؟ تيجي تقول لك ما أنا ممكن أبرمج زر جمع ده. ركزوا في اللي أنا بقوله بس عشان حتة مهمة جدا. يعني يمكن أجي أبرمج زر جمع أقول له إيه؟ وأنت عايز الناتج يظهر فين؟ يظهر في الليبل 4، صح؟ في الليبل 4. فانا ليه ما اقولش الكود ده؟ ليه ما اقولش على طول بدل ما اعلن عن متغيرات وحير نفسي هكتب ليبل 4 دوت تكست بتساوي تكست بوكس 1 دوت تكست زائد تكست بوكس 2 دوت تكست. انا قلت قدام حضراتكم مش هعلم بقى، يعني الاكواد كلها انا لغيتها او اللي انا عملتها هلغيها، جربها بس على الجمع. ايه رايكم لو احنا ضغطنا على جمع مرتين وبدات اكتب ايه؟ وبدات اكتب ليبل 4 دوت تكست بتساوي تكست بوكس 1 دوت تكست زائد تكست بوكس 2 دوت تكست. جربوها كده حضراتكم كده وقولوا لي الناتج هيطلع معاكم كام. انت عايز الناتج يظهر في ليبل 4، فانا قلت له ليبل 4 دوت تكست بتساوي تكست بوكس 1 دوت تكست زائد تكست بوكس 2 دوت تكست. هتلاحظوا طبعا النتيجه قدامكم، هتلاحظ ان هي مصدومه جدا. مصدومه ازاي؟ مصدومه. حد جربها ولا نكملها نقولها عادي؟ مش جمع، امال هو عمل ايه؟ انا عايز الناتج، يعني اقول لحضراتكم مثلا او قولوا البرنامج دخلتوا رقم كام وكام وطلع لكم الناتج كام. بالظبط كده، بالظبط كده يا استاذ سامي. انا هو دخل الرقم الاول 2 وجاء دخل الرقم الثاني اللي هو 3، طلع له 3 2 او 23. ناس دخلت 5 و5 طلع له 55، 3 5 35، 73 7 زائد 3. هو دي الفكرة يا جماعة. الفكرة ان هو مثلا بياخد الرقم الاول وبياخد الرقم التاني ويجمعهم مع بعض. ليه؟ لان انا قلت لكم في الجمع بالذات، في الجمع على فكرة بالذات بيحصل اختلاف، لان كان لازم طبعا اعمل عملية اللي هو تحويل القيم عن طريق الاعلان عن المتغيرات. وفي بعد كده هتاخدوا داله قدام شويه اسمها الداله فال. الداله فال على فكره يمكن تغير لكم بالظبط كده، بالظبط كده. انا ممكن اجي مثلا اقول له اغير له في الكود بس ده. بصوا حضراتكم كده، اقول له ليبل 4 دوت تكست بتساوي فال، وافتح قوس واقفله تكست بوكس 1 دوت تكست زائد فال اوف تكست بوكس 2 دوت تكست، لان الداله فال بتحول القيمة الحرفية إلى قيمة رقمية. يعني تقدر طبعا تكتب الكود اللي ظهر قدام حضراتكم ديت، هو بيحول النص إلى حرف. لكن حضراتكم لو جربت الكود اللي فات ده اللي هو ليبل 4 دوت تكست ساوي تكست بوكس 1 دوت تكست ناقص أو في أو على تكست بوكس دوت تكست، هيطبق معاكم مفيش أي مشكلة خالص. يبقى يمكن نضيف برضو مع اللي احنا شرحناه النهارده اللي هو الداله فال. والداله فال بكل اختصار بتحول القيمه النصيه او القيمه الحرفيه اللي موجوده داخل التكست بوكس 1 الى قيمه رقميه.
فانتوا ممكن مثلا تعملوا البرنامج ده بطريقه تانية غير انكم مثلا تعملوا نفسكم في ايه، تتعبوا نفسكم في الاعلان على المتغيرات. ما انا بقول لحضراتكم البرمجه بتعتمد دايما هي الفكره، بتطبق الفكره وتشوف ده تنفع ده ما تنفعش. انا حليت المشكله بكل بساطه. يعني بصوا حضراتكم مثلا هرجعكم بس شريحه فاتت، شوف حضراتكم مثلا زر الجمع والطرح والضرب والقسمه كان الكود طويل شويه. الكود طويل بمعنى ايه؟ بمعنى ان السطر اللي هو n1 بتساوي تكست بوكس 1 دوت تكست وn2 بتساوي تكست بوكس دوت تكست بدات اكررها في الاربع ازرار. يعني اعتبر كتبت كام سطر؟ ادي 2 و2 4 و2 8 و2 10، كتبت 10 سطور يعتبر مكررين في البرنامج كله. وليبل 4 دوت تكست تساوي n1 زائد n2 او ناقص n2 او في n2 او على n2. طبعا ديت بدات برضو اكررها في كذا مره، لكن عالجت المشكله بطريقه بسيطه جدا في المثال اللي جاي. قلت ايه؟ قلت والله سيب الجمع للاخر، تعال للقسمه، انت عايز تطلع الناتج فين؟ في الليبل 4. فقلت له الليبل 4 دوت تكست، يعني الكود اللي هينكتب هنا بالظبط، هنا هتقول له ليبل 4 دوت تكست بتساوي تكست بوكس 1، تكست بوكس 1 دوت تكست على تكست بوكس 2 دوت تكست. يبقى انت كده عالجت الايه؟ عالجت المشكله، ما اعلنتش لا عن متغيرات ولا عن اي حاجه. نفس الكوب برضو ممكن تاخده، يمكن تاخده في ليبل او في اللي هو الضرب وتغير الاشاره بتاعك، بدل ما هي على تخليها فيه، وفي الطرح بدل ما هي مثلا فيه تخليها طرح ناقص. لكن في الجمع هيقابلك مشكلة، إن هو لو دخلت له 7، لو كتبت له الكود ده ودخلت له 7 و3 هيدي لك 37. طيب أنا عايز أحل المشكلة ديت، حليتها عن طريق الدالة فال. يعني ممكن نعرف إن الدالة فال ديت بستخدمها عشان أحول القيم الحرفية إلى قيم رقمية. والعلم برضو إن مش دي المشكلة اللي نقدر برضو نعالج منها الخطأ، في طبعا معالجة الخطأ يمكن نستخدم حاجات تانية هنتعلمها إن شاء الله قدام شوية. ده كان تطبيق صغير على أمر التخصيص والعمليات الحسابية. في أي مشكلة حضراتكم مثلا قابلتكم في اللي هو التطبيق اللي احنا طبقناه ده مع بعض؟ عشان بس الناس اللي كانت قابلتها مثلا مشكلة في العمليات الحسابية، مفيش مشكلة يا جماعة في أي حاجة خالص. أنا قلت لكم البرمجة سهلة جدا، بس هي دايما بتعتمد على انك تشغل مخك دايما، تشغل مخك في كل حاجه موجوده في البرمجه. البرمجه هتاخد اما تتنقلوا حضراتكم مثلا المستوى التاني، هتمروا دايما بحاجات صعبه. يمكن حضراتكم مثلا في بعض الناس بتيأس من نص الطريق، لا احنا لسه في بدايه الطريق. فاللي مش فاهم اي حاجه في الكود او في الكود اللي مكتوب قدام حضراتكم او في اي حاجه فاتت، يا ريت بس يبلغنا. تمام، هي الفكرة. يعني ممكن حضراتكم هتطبقوا مرتين بس، هتطبقوا من الكود اللي احنا عملناه في الأول اللي هو انكم تعلنوا عن المتغيرات، ويمكن تتغاضوا عن المتغيرات دي كلها تمسحوها خالص وتبدأوا تكتبوا الكود. الكود هيبقى نفس الكود ده، يعني مثلا ناخد الكود ده بتاع الطرح أو اللي هو القسمة وأكتبه جوه اللي هو الطرح ده، الطرح يمكن أكتبه برضو جوه الضرب ده، ضرب. لكن في الجمع هستخدم الكود ده اللي ظهر قدام حضراتكم ده، اللي هو ليبل فور دوت تكست تساوي فال. يبقى انا استخدمت الداله فال، قلت الداله فال دي بتحول القيمه النصيه او الحرفيه الى قيمه عدديه. تمام. طيب هنستخدم دلوقتي امر التخصيص مع المتغيرات الحرفيه. احنا اعلنا الاول عن المتغيرات، انا قلت طبعا لما جينا اتكلمنا عن المتغيرات الحرفيه قلت ان انا عندي متغيرين حرفيين او انواع البيانات الحرفيه عندي 2 بس، اللي هم ايه؟ شار والسترنج. لا قيمه ايه يعني حضرتك تقصد مثلا ان الداله فال بتحول القيمه العدديه ولا بتحول القيمه الحرفيه او النصيه الى قيمه عددية؟ يعني هي بمعنى أصح بتتعامل مع أداة التكست بوكس، هي تلقائيا بتتعامل مع التكست بوكس على إنه قيمة إيه؟
حرفية. فالدالة فال بتقول له لا، انا هخليك تتعامل مع التكست بوكس على انها قيمة رقمية او عددية. بالظبط، يعني هي انا قلت لحضراتكم في الجمع في الطرح والضرب والقسمة تكتب الكود عادي، لكن في الجمع هو اللي بيبقى فيه مشكلة. هو بيجمع برضو على فكرة، هو بيجمع لكن الجمع شكل ما بتقول مثلا جمع جمع مثلا حاجات حرفية، يعني هو يحط الحرف الأول بيعتبر السبعة كرقم أول مثلا كحرف والتلاتة كحرف، يجمعهم مع بعض يديلك الرقم 37. هو دايما بيسموا دايما الجمع في البرمجة اللي هو عملية حساسة. حساسة بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي بتتأثر بالتكست بوكس قوي، يعني يمكن في الطرح والضرب والقسمة هتلاقي التكست بوكس عادية خالص، بتتعامل مثلا اذا كان رقم او حرف لانك بتضرب رقم وبتجمع حرف وبتقسم، لكن في الجمع بالذات هو بيبقى فيه حساسية شوية، ان هو بياخد الرقم الاول مع الرقم التاني ويحطهم جنب بعض، لانه دايما بيتعامل مع اللي موجود جوه على انه قيم حرفية وليست رقمية. فحلت المشكلة دي عن طريق الدالة فال. استخدام امر التخصيص مع المتغيرات الحرفية، يمكن المثال اللي موجود قدام حضراتكم ده، قلت ديم فيرست نيم از سترينج، ديم لاست نيم از سترينج، يبقى انا عندي متغير اسمه فيرست نيم اعلنت عنه من نوع الحرف اللي هو سترينج، واعلنت عن ديم لاست نيم از سترينج. رجعت وقلت ان الفيرست نيم بتساوي عاصم، ورجعت وقلت ان اللاست نيم بتساوي حمزة، يعني حاطط الاسم الاول والاسم الثاني، ما فيش اي مشكلة خالص. ده استخدام امر التخصيص مع المتغيرات الحرفية. طيب انا دلوقتي عايز اعمل متغير جديد اسمه ماي نيم، بحيث ان هو يجمع عاصم حمزة، يعني يجمع الفيرست نيم مع اللاست نيم. في بعض الناس تيجي تقول ما فيش مشكلة، انا هاجي اقول مثلا هعلن عن متغير ماي نيم من النوع سترينج، وهاجي اقول له ان الماي نيم بتساوي فيرست نيم زائد لاست نيم، اقول له ده هنا ما ينفعش، لازم استخدم حاجة اسمها معامل الربط، اللي هو بيربط المتغيرات الحرفية مع بعضها، اللي هو دايما بيعملوه من شيفت مع حرف السبعة. شيفت مع حرف السبعة ده بيعمل اللي هو معامل الربط اللي هو قدام حضراتكم ده. شوفوا المثال اللي ظهر قدام حضراتكم، ديم فيرست نيم از سترينج، بالظبط كده. اند اعلنت عن متغير اسمه فيرست نيم من النوع سترينج، واعلنت عن متغير اسمه لاست نيم من النوع سترينج، ورجعت قلت له ديم ماي نيم از سترينج برضه، فيرست نيم بتساوي عاصم، اللاست نيم بتساوي حمزه، ورجعت قلت له ايه؟ الماي نيم بتساوي فيرست نيم اند لاست نيم. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده هات القيمه بتاع الفيرست نيم واربطها مع القيمه اللي هي لاست نيم، وطلع لي ماي نيم في ام اس جي بوكس في صندوق الرساله. فبالتالي ظهر لي صندوق رساله فيه قيمه المتغير الاول اللي هو عاصم، وضاف معاها قيمه المتغير الثاني اللي هو حمزه. يبقى لازم حضراتكم تعرفهم ان عشان اجمع متغيرات حرفية مع متغيرات حرفية تانية ما بستخدمش علامة زائد. يعني عايز اجمع مثلا متغير حرفي مع متغير حرفي، اعلنت مثلا عن متغير اسمه ديم ايه مثلا از سترينج، وقلت له ديم بي از سترينج، وقلت له ديم سي از سترينج برضه، قلت له الايه بتساوي مثلا اي كلمه وليكن مثلا عاصم، ورجعت قلت له ان البي بتساوي حمزه، وقلت له ان السي بتساوي لو حضراتكم مثلا جربتوا تعملوا ايه زائد البي، وجينا مثلا شغال البرنامج هنعمل ام اس جي بوكس، طلع لي برضو اللي هو قاص حمزه. يبقى على فكره انت ممكن برضو، بس انا كان قصدي ان انا استخدم معامل الربط ديم فيرست نيم از سترينج بتساوي، مفيش مشكله عادي. انا حضرتك مثلا يا استاذ ممكن تعلن على متغير وتديله قيمه في نفس الوقت، مفيش اي مشكله، او ممكن بعد كده تخصص له قيمه. يعني ممكن حضراتكم بدل ما تقولوا الفيرست نيم بتساوي عاصم هنا، لأ انتوا ممكن تطلعوها فوق في نفس سطر الإعلان.
تمام. هو حضراتكم دلوقتي هنتغاضى دلوقتي عن علامة زائد، هنستخدم دايما معامل اسمه معامل الربط. معامل الربط لو انا عندي مثلا، بصوا حضراتكم كده، هكتب الكود ده د مثلا، هعلن عن متغير اسمه ايه as string من النوع الحرفي، وارجع اقول له ديم بي برضو as string من النوع الحرفي برضو، وارجع اقول له ديم سي as string. يبقى انا كده اعلنت عن كم متغير؟ 3، كلهم من النوع string. هبدا اخصص قيم، او يمكن بدل ما اخصص القيم اقول له ايه ديم ايه as string مثلا بتساوي محمد، وارجع في ديم بي از سترنج اقول له مثلا بتساوي علي، وارجع في ديم سي از سترنج اقول له بتساوي ايه اند بي. يبقى انا استخدمت كده معامل الربط، ان هو بيربط الحروف او الكلمات النصيه او المتغيرات النصيه مع بعضها البعض. لو حضراتكم مثلا جيتوا طبقتوا البرنامج بتاعنا، المفروض طبعا هيطلع لي، هقول له في الاخر هنا msgbox طلع لي قيمة المتغير c. المفروض طبعا هيطلع لي صندوق رسالة في قيمة المتغير الاول، يعني هيدي لي صندوق رسالة messagebox كده في قيمة المتغير الاول اللي هو محمد، هيديها لي كده وجنبها على طول كلمة علي. ما حضراتكم هتزوروا على الشاشة من خلال الدالة msgbox اللي هتكون موضوع المحاضرة بتاعنا الجاية إن شاء الله، msgbox بحيث إن هو يظهر لي صندوق رسالة. فلما طبقتها يطلع لي صندوق رسالة فيه محمد علي اللي هو قيمة المتغير الأول وقيمة المتغير الثاني. عن طريق اللي هو الوضع علامتي التنصيص. هو بص حضراتكم مثلا لما بتيجوا تعملوا علامتي تنصيص كده جنب بعض، دي بيسموها علامتي تنصيص فارغه، لكن لما بتعملوا علامه تنصيص وتعملوا بعدها مسافه تحطوا علامه تنصيص ثانيه، دي بيسموها سلسله حرفيه بس بمسافات، يعني بتحط مسافه على حسب المسافات اللي انت عايزها. ما على حسب، افرض انت مثلا عايزه كلمه عاصم مثلا يكون في مثلا حوالي 4 مسافات، يبقى حضرتك مثلا هتيجي ما بين علامات الكوتيشن مارك وتقومي حاطه المسافه اللي انت عايزاها. يعني ده الكود اللي انا كنت كاتبه في البرنامج عندي، ديم ايه از سترنج بتساوي كذا، وديم بي از سترنج برضه، ورجعت قلت له ديم سي از سترنج بتساوي ايه اللي هو عاصم، اند سيب بعد كده مسافه. لو خلينا علامتي تنصيص مع بعض كده يعني ورا بعض على طول، يبقى انت بتقول له سلسله حرفيه فارغه بس من غير مسافات، يعني ما تسيبش مسافه. يعني لو زلنا طبعا علامه خلينا الاثنين مع بعض، هتلاحظ طبعا المسافه ما بين الاول المتغير الاول والمتغير الثاني ما
معدومة خالص، مفيش مسافة. لكن أنا باجي على علامة التنصيص الأولانية وأعمل بعدها مسافة. أنت عايز كم مسافة؟ عايز مسافتين، يبقى سبيس مرة وسبيس كمان مرة. هتيجي طبعا تشغل مشروع هيخلي لك مسافتين، طب أنا عايزهم 5 مسافات، يبقى هاجي بعد علامة التنصيص أخليها 5 مسافات، يبقى المسافة بتوسع ما بين المتغير الأول والمتغير التاني. يعني كده على طول هيكونوا برضو انت معالجتش المشكلة، لازم تخلي ما بين الكوتيشن الأول والكوتيشن التاني المسافة اللي حضراتكم عايزينها. طيب صعب استخدام أمر التخصيص مع المتغيرات الحرفية ولا فيها مشكلة؟ وبس كان الفكرة أنا أستخدم بس معامل الربط، لأن معامل الربط هنستخدمه في مثال جاي دلوقتي. لكن حضراتكم ممكن مثلا تبدلهم علامة AND دي بعلامة زائد، مفيش أي مشكلة، إنه كده كده بيتعمل. وبانت على فكرة لما جينا جربناها في جمع القيم، إن هو مثلا جمع الأولاني الأول مع التاني، لما دخلنا له مثلا 7 ودخلت له 3 وقلت له مثلا جمع، طلع لي 37، فبالتالي انت هنا مثلا حرف وحرف بتجمعهم مع بعض برضو من خلال علامة زائد. يمكن اخر مثال هناخده النهاردة اللي هو المثال اللي ظهر قدام حضراتكم ده، المثال اللي ظهر قدام حضراتكم اللي انا عايز اعمله، اللي انا عايز اسجل بيانات الطالب، يعني ادخل اسم الطالب في التكست بوكس 1 والسن في التكست بوكس 2 والعنوان في التكست بوكس 3 ورقم الهاتف في التكست بوكس كام؟ 4. ولما اضغط على زر تسجيل كل البيانات اللي انا كاتباها في التكست بوكس تترحل على اللي هو الليبل 5. ده فكرة المثال يا جماعة. فكرة المثال أنا عايز أعمله، عايز أعمل برنامج صغير كده بحيث لما بدخل اسم الطالب والسن بتاعه والعنوان ورقم الهاتف كله طبعا بدخله في التكست بوكس اللي قدامي ده، ولما أضغط على زر تسجيل هو تلقائيا بيشيل البيانات من التكست بوكس 1 أو بيخليها شكل ما هي، بس البيانات كلها بتظهر في الليبل 5. فطبعا انا هبرمج زر تسجيل، هكتب ايه في زر تسجيل؟ ليبل 1 بتساوي تكست بوكس 1 دوت تكست. بص احنا يا استاذ انور مش هنستخدم بقى اللي هو الاعلان المتغيرات، هنستخدم دايما الطريقه المباشره اللي هي على طول. لما اضغط على التسجيل البيانات اللي مكتوبه هنا تترحل هنا على طول، انا تلقائيا مش هيكون فيها جمع ولا حاجه. طب تعالوا كده حضراتكم مثلا في الكود اللي انا كتبته، انا ضغطت على زر تسجيل في الحدث كليك الخاص ببوتون 1، كتبت الحدث ده قلت له ايه، او كتبت الكود ده قلت له ليبل 5 دوت تكست اللي هو ده بيساوي تكست بوكس 1 دوت تكست اند تكست بوكس 2 دوت تكست اند تكست بوكس 3 دوت تكست اند تكست بوكس 4 دوت تكست. كود بسيط خالص، يعني انا بقول له النص اللي هنكتب في الليبل 5 بتساوي النص اللي مكتوب في التكست بوكس 1، ضيف معاه النص المكتوب في التكست بوكس 2 مع النص المكتوب في التكست بوكس 3 مع النص المكتوب في التكست بوكس كام؟ 4. طبعا بعد ما حطيت ادوات الليبل هبدأ احط ادوات التكست بوكس 1، يمكن اعملها طبعا كوبي وبيست على طول، هي تلقائيا بتاخد الاسم التاني لها، يعني تكست بوكس 1 وتكست بوكس 2 وتكست بوكس 3 و4، وابدأ طبعا اصغر حجمهم على حسب اللي هينكتب جواهم، يعني اسم الطالب هيكون طويل شوية، السن يبقى صغير، العنوان يبقى طويل، الهاتف يبقى صغير شوية، واحط بوتون تحت واسميه مثلا زر تسجيل، وهيكون عندي ليبل في الاخر خالص اللي هو ليبل 5. وهغير الاوتو سايز بتاعه، اول حاجه بغير الاوتو سايز بتاعه لقيمه فولز، ويمكن كمان اغير الفونت بتاعه والبوردر ستايل اخليه مثلا فيكس سنجل واطوله شويه. تمام، حضراتكم كلكم نفذتوا او صممتوا النافذه اللي انا موجوده قدام حضراتكم كده، وبدانا ننفذ الكود.
ابتدى اكتب له مثلا في زر تسجيل في الحدث كليك، ابتدى اكتب له تكست، لا انا عايز الناتج يظهر في ليبل 5، يبقى انا اقول له ليبل 5 دوت تكست بتساوي تكست بوكس 1 دوت تكست اند تكست بوكس 2 دوت تكست اند تكست بوكس 3 دوت تكست اند تكست بوكس 4 دوت تكست. انا كتبت الكود ده في الحدث كليك الخاص بزر تسجيل، ولما جيت شغلت المشروع بتاعي بدأت أدخل بيانات مثلا في اسم الطالب وفي السن، مثلا بدأت برضو أدخل بيانات في العنوان وفي الهاتف، مثلا دخلت أي رقم وضغطت على زر تسجيل، لاحظت طبعا إن البيانات ظهرت بالمنظر اللي حضراتكم شايفينها كده. لو مثلا كتب لي عاصم 26 بعدها والقاهرة ورقم الهاتف، مثلا حط الأرقام جنب بعضها كده، يمكن حضراتكم لو انتوا عايزين البيانات تتشال من هنا وتحط هنا هتيجوا مثلا تقولوا ايه شكل ما احنا خدنا قبل كده، تكست بوكس 1 دوت تكست بتساوي كوتيشن مارك، او تكست بوكس 1 دوت كلير، تكست بوكس 2 دوت كلير، تمسحوا المحتويات يعني بعد ما يتم اضافتها. لو جربنا طبعا ان احنا نشيل علامة معامل الربط ونحط طبعا علامة زائد ونجرب نشغل المشروع، عملت نفس اللي عملته المرة اللي فاتت ان هو جمع فعلا البيانات. طيب في مشكلة صغيرة هنا ممكن تقابلنا، ان هي ايه؟ ان هي تلاحظوا ان البيانات اللي هي انضافت هنا اللي هي كانت هنا ولما ضغطت على تسجيل وترحلت هنا، البيانات كلها سطر او ظاهرة في سطر واحد، فبالتالي لو انت عندك مثلا بيانات كتيرة كاتب هنا مثلا الاسم الاول والتاني والتالت، او كاتب بيانات حجمها كبير، هتلاحظ طبعا ان الليبل مش هياخدها. فبالتالي انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعالج المشكلة ديت، اللي انا اقول له خلي في فرق ما بين السطر الاول والسطر اللي بعده. يبقى انا دلوقتي واقف على حته مهمه جدا، ازاي اخلي كل بيان في سطر لوحده. هي دلوقتي كل البيانات اترحلت من مكانها وراحت على الليبل اللي موجود قدام اللي هو ليبل 5. انا عايز كل بيان يظهر في سطر واحد، هعمل ايه؟ هضطر اعمل ايه؟ تعالوا شوفوا حضراتكم الكود اللي انا هكتبه ده. هقول له الليبل 5 ليبل 5 دوت تكست، يعني انا عايز الناتج يظهر في الليبل 5 دوت تكست بتساوي تكست بوكس 1 دوت تكست. حلو، يبقى انا بقول له خلي النص المكتوب في الليبل 5 بتساوي النص اللي مكتوب في الليبل او في التكست بوكس 1، اند يعمل ايه بقى؟ هكتب له كلمه محجوزه اسمها كلمه في بي سي ار ال اف، كلمة محجوزة اسمها في بي سي ار ال اف. يعني ايه في بي سي ار ال اف؟ في بي سي ار ال اف يعني ايه؟ يعني سيب السطر اللي انت فيه وانزل لسطر جديد عشان اند اهو، حط البيان التاني اللي هو تكست بوكس 2 دوت تكست. يبقى انا بقول له حط البيان الاول اللي هو موجود في تكست بوكس 1 اند انزل لسطر جديد حط التكست بوكس 2 اند في بي سي ار ال اف، هقعد اكررها اند تكست بوكس 3 دوت تكست، هقول له برضو اند في بي سي ار ال اف، هيبقى كود طويل شويه، اند تكست بوكس 4 دوت تكست. ده الكود طبعا اللي هينكتب. بالظبط كده، التسجيل فعلا هيكون بوتون. يعني هو هكتب هبعت لحضراتكم دلوقتي الكود اللي عنده في اي مشكله، او ياخدوا كوبي مثلا وبيست
وبعد كده يبقى يفهمه. اه البرمجة فعلا هتكون في زر تسجيل بالظبط كده. يبقى انا بقول يا جماعة ان الليبل 5 دوت تكست اللي هو اللي هيظهر فيه الناتج هيساوي تكست بوكس 1 دوت تكست الشكل اللي فات بالظبط، اند ضيف معاه ايه؟ لا ما تضيفش معاه التكست بوكس على طول بقى، تكست بوكس 2 يعني، لا سيب السطر اللي انت فيه وانزل لسطر جديد عن طريق الكلمة في بي سي ار ال اف، وحط التكست بوكس 2 وسيب السطر اللي انت فيه وانزل لسطر جديد حط التكست بوكس 3، وسيب السطر اللي انت فيه وانزل لسطر جديد وحط التكست بوكس كام؟ 4. لو جيت طبقت مثلا الكود ده وجيت مثلا خليت اللي هو وضغطت على زر تسجيل، هلاحظ طبعا ان شكل البيانات كل طبعا بيان ظهر في سطر لوحده. يا جماعة الناس اللي هتطبق طبعا ان هي تخلي طبعا كل بيان يظهر في سطر لوحده عن طريق الكلمة المحجوزة اللي هي في بي سي ار اللي في. يبقى كلمة في بي سي ار اللي في معناها ترك السطر الحالي والانتقال إلى سطر جديد. يبقى آخر نقطة، احنا كنا طبعا قلنا ان احنا بالظبط كده هستخدمها فعلا بعد كده، ان هعمل عملية فصل ما بين البيانات اللي انا بجيبها من قاعدة البيانات الداتابيس بتاعي. هي الفكرة الأخيرة يا جماعة دلوقتي، الناس اللي بس ما كانتش مركزة معانا فكرة لغاية المثال اللي فات، ان انا مثلا كنت انا عايز اعمل ايه؟ عايز اكتب بيانات في اسم قدام اسم الطالب او في التكست بوكس 1 و2 و3 و4، هكتب بيانات عادية خالص واضغط على زر تسجيل يشيل البيانات اللي هنا ويحطها في الليبل 5. بدأت اكتب الكود اللي هو ايه؟ قلت له ان الليبل 5 دوت تكست اللي هو اللي هيظهر فيه الناتج اللي هو ده اللي هو ده بالظبط بتساوي تكست بوكس 1 دوت تكست النص اللي هينكتب جوه تكست بوكس 1 اند معامل ربط اربط معاه احنا ما بنجمعش تكست بوكس 2 دوت تكست اللي هو ده اللي هو السن اند معامل ربط تكست بوكس 3 دوت تكست اللي هو العنوان اند ضيف معاه تكست بوكس 3 دوت تكست او تكست بوكس 4 دوت تكست. فلما ضغطت على تسجيل كتبت هنا عاصم، حط لي عاصم 26 26 القاهرة، يحط لي القاهرة رقم الهاتف كذا، يحط لي رقم الهاتف قدامه. لكن في مشكلة قابلتني هنا، هي المشكلة ان كل البيانات ظهرت في سطر واحد. انا عايز لما اقول له اكتب عاصم وانزل للسطر اللي بعده، فجيت قلت له ايه؟ الليبل 5 دوت تكست اللي هو ده اللي هيظهر فيه الناتج ماشي، سوي تكست بوكس 1 دوت تكست الشكل التاني اللي هو النص بتاع عاصم اند في بي سي ار ليف. استخدمت هنا كلمة في بي سي ار ليف معناها ايه؟ معناها سيب السطر اللي انت فيه اللي هو عاصم سيبه خالص وانزل لسطر جديد ضيف التكست بوكس 2 دوت تكست اللي هو 26. يعني الناتج هيكون كده، هو الاول هيطبع كلمة ايه؟ كلمة عاصم، هيجي يطبع 26 اقول له لا سيب السطر اللي انت فيه في بي سي ار ليف، يعني سيب السطر بتاع التكست بوكس 1 وانزل لسطر تاني حط التكست بوكس 2 اللي هو كام؟ 26 اند سيب السطر اللي انت فيه وانزل لسطر جديد ضيف القاهرة ضاف القاهرة اند سيب السطر اللي انت فيه وانزل لسطر جديد ضيف اللي هي تكست بوكس 4 اللي هي 2 3 2 3 3 3. هتظهر بالمنظر ده بدل ما هي ظاهرة طبعا كلها في سطر واحد. يبقى احنا كده عالجنا المشكلة عن طريق الكلمة المحجوزة اللي هي في بي سي ار الاف. فيها اي مشكلة يا جماعة في الكود اللي انا قلته في الاخر ده؟ تمام.
يبقى الفكرة يا جماعة بتاع البرمجة في المقام الأول إنكم دايما تحاولوا تجربوا أو تطبقوا برامج كتيرة، لأن تطبيق البرامج الكتيرة بيساعدك إنك بتلم البرمجة بشكل عام يعني. طيب مراجعة سريعة اللي احنا خدناها دي، طبعا كانت آخر شريحة ما في شرائح بعدها. مراجعة سريعة اللي احنا خدناه، حد يعرف يقول لي ايه اللي خدناه النهاردة؟ اتكلمنا عن ايه النهاردة؟ اتكلمنا فعلا عن أداة الراديو بوتون بالظبط كده، لينك ليبل وتشيك بوكس، راديو بوتون وتشيك بوكس والجروب بوكس. لينك ليبل بالظبط كده. عمليات حسابية، خدنا تدريب بسيط على العمليات الحسابية البسيطة. بس على فكرة ممكن المثال اللي احنا خدناه او التطبيق اللي احنا خدناه في العمليات الحسابية البسيطة هيساعدنا كتير جدا لما نيجي نعمل آلة حاسبة متكاملة، وهنعالج طبعا الأخطاء اللي كانت ظهرت عندي في المثال اللي احنا قلناه. وخدنا ايه الفرق ما بين الفال، الدالة فال فعلا، قلنا الدالة فال ديت مهمة جدا، هي بتحول لي تكست بوكس من قيمة نصية أو قيمة حرفية إلى قيمة عادية. والفي بي سي ار ال اف، سي ار ال اف دي بستخدمها عشان أنزل للسطر اللي بعده بالظبط كده. إن شاء الله هيكون في تاسك للمحاضرة، ده هيكون برنامج بس هيكون فيه فكرة شوية. معامل الربط ما بين النصوص اللي هو معامل AND. على فكرة ممكن معامل النصوص، ممكن في بعض الناس تقول طب انت ليه قلت معامل النصوص AND مع انك استخدمت علامة زائد؟ على فكرة هيقابلنا بعد كده ان انا لما باجي اربط متغير حرفي مع متغير حرفي مع بعضه وبستخدم علامة زائد ما بتنفذش على فكرة. يعني اقول لحضراتكم مثلا لو جيتوا مثلا اعلنتوا عن متغير من النوع السرنج مثلا، وجيتوا بعد كده اعلنتوا عن متغير من النوع بايت وعايزين كذا واستخدمتوا علامة زائد ممكن تحصل فيه مشاكل. فمعروف ان معامل الربط ده بستخدمه عشان اجمع المتغيرات النصية مع بعض، لكن هي لسه لغاية دلوقتي ما بانتش الفرق ما بين علامة زائد ومعامل الربط اللي هو اند، هيبان ان شاء الله قدام شوية. وفعلا المسافة بين النصوص هي الكوتيشن مارك، ان شاء الله يكون تاسك باذن الله سهل. خلاص يا جماعه احنا خلصنا المحاضره النهارده، اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها.